بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكون إن شاء الله ربي ذاذروم يفعد في اللون الهموم وإن شاء الله هذير في ربي البلاقي في خلقي مرة إن شاء الله ديفك ربي شفاء موضان لكن ملان قد يموتنا في اللسنية فوربي سنرزق ربي الجنثى علينا إن شاء الله إموضانا ثنيش فوربي أندلانا ماذي خامنا ماذي سبيطرات إي غريف نثني حرز ربي أثن دي ربي إن شاء الله سي مولانا رثمور ثنسم بخير وعلى خير فون وكان ثلام داقي الجملة أكوني فكا ربي السرد اللي سر أكوني فكا ربي السرد اللي سر أكوني فكا ربي ثلاثة السر أكوني فكا ربي ثلاثة السر إن شاء الله أنت فغام يقضى أين تقاذ ميخضى أمين. أقل أسا ذقى فرح إن شاء الله هذا نفرح دي الدونيث والفرحة إذو من تسينا أغي تراجون دي الآخر أسا أيث مثلا أسن تلنغ أثي الدنوية في الذكلي فذكلي الوحدة في الوحدة قوة وعزة وفي التفرق ضعف وهوان هذا هو العنوان فذكلي نحواجيت حواجنت في اللحن مركرنا ذكر زن أفلاح يفرح مردي مقر يفلاحن أسيفكنا فوذ أسيفكن الجهد أضروحن أذرعن وذكر زن إمدي وض الوقت باش أذمكرن خدمن ثيويزي ثيويزي تسالوكلي وذغام ذيني تحصام ذيني الزرام لفذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ذ جلسة ونون ذ جلسة نسن أما كذ جلسة ونون أغفل النار لفذا تصلين في النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في النبي عليه الصلاة والسلام ذيون الأمر جلان يذسن أما مرا كرزن أما را خدمن في ويزي باش أذمي كرن نغاد سروثن نغاد زيزيان نغاد فنون في ويزي ثلا في ويزي رمز الوحدة ذا الرمز انت ذوكلي وقارو لذ قوال أزقر اسمي سنانا ويذهماك إن ياس وين يخرزن رثماو أخاطر كنيسين يدسن يخدمن ثفلاح يخرزن أما ذا ذرار أما ذا زغر أما ذا سميض أكن يفغوي للحال تسمعوانا ذين مقارا إنيس وزقر أنوي ذهما إنيس وين يخرزن رثماو من وغال أرض الشرعيث أين كوم إسلام تقذيليث تجديث تنصليث إقسعانا زر أرض الشرعيث هذه أصالتنا التي تمتد جذورها إلى شريعتنا شريعتنا تشرعيث النغ أغد قار ثذكلي اللي يتطسي قلان النبي صلى الله عليه وسلم إيش قاعد هذا ربي ذا مش قاعد نقارو أم نتسا أم مزورة ذا شو نتسا ذا نقارو خاتم النبيين وإمام المرسلين ربي سبحانه يفكيس فوذ إنس والله يعصمك من الناس ولكن شو دينا إنس هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين المعنى يس النصر من ربي سبحانه يكفي ولكن يرنيس المؤمنين هو أي الله الذي أيدك
بنصره وبالمؤمنين. باش اسيسي الطفرات تحوجض المؤمنين ذاك الزين اش تنفوذ اذيلين يدك ذيني مي اينك قاعدان زرام ذي الدعوة شرايث باش تسوضن يكل خلقي ثمرة ماشي ذيني سهلا إلى الصبر إلى المعاونة إلى حزف كل شيء إلى قديلي ذيني مي ربي سبحانه يفكيس نزال لا ثفن سنو روحار ذي البطل. يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين أيدوا ونصروا المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعوته ربنا جل جلاله خلد ذكرهم. مثلا ربي ناد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. المعنى يس وقالك الصحابة عتفن ولكن كديفك ربي درجات مستهم البأساء أرنو والضراء وزلزلوا أولاك زلزلوا ماشي ديني سهلا ولكن ربي سبحانه يناد ألا إن نصر الله قريب. خطر نصر الله وما النصر إلا من عند الله إذا جاء نصر الله والفتح إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما ذكرت كلمة النصر إلا وقرنت بالله جل جلاله ولكن الناس مأمورون باتخاذ الأسباب وبعد ذلك يتوكلون على مسبب الأسباب ومعطي الأسباب جل جلاله. وكيف الصحابة ربي سبحانه خلد ذكرهم يفكيس نزال لا فرنسين مازال المثل يردونيث ذي صورة الحشر ليا فيست ثمانية ربي هضرت في المهاجرين تحدث عن المهاجرين قال أولئك هم الصادقون. إفكيس صفة عزيزة جميلة جليلة صفة الصديقية وثقي صفة تأتي بعد النبوة صفة يعني الدرجة عليهم. الدليل أثنى دي سورة النساء الآية 69 الدليل في سورة الفاتحة أن قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنوجذك أنعم الله عليهم منهم. البيان يأتي في سورة النساء في الآية 69 إناد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. درجة تسد بعد درجة النبوة في سورة الحشر الآية 8 ربي خلد ذكر المهاجرين هجر نفس جنت مورث نسان جل رزاق نسان هجر نسيم كغ المدينة المنورة هجروا بالدعوة ما كنت حصان. الأنصار الآية 9 مباشرة بعد الآية 8 ربي ذكر بعض خصال الأنصار قال ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ربي يفذر ثنيد يفذر الأنصار قبل بعدين يحبون من هاجر إليهم يحبون يعني الأنصار استقبلوا المهاجرين بحب سلحمالة سلحمالة سلفغي. ذي الآية 19 مباشرة من سورة نفسها ربي الناد يعلمنا كيف لا ننسى جهود السابقين فالفضل للسابق. وربي الناد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ذي الآية 237 من سورة البقرة ربي ناد ولا تنسوا الفضل بينكم وستثر الفضل كن شركا. فشرعيث أغسط ربي أم كان سعوثة ذو كلي أما كان سنسلا إلا يثتصق الله الصحابة الدكلا ويتكفو ذي ويض النبي عليه الصلاة والسلام ذي النبي مرسل يحوج وسين تسقواذ لنيفس ذي الطيق
إدي تسفان ورفيق زي الطيق إدي تسفان ورفيق ثورة نغال الليث شو ديننا؟ إن دوا تصيموا بحبل الله جميعا ولا تفرق قمران سيدي ربي أمران لسلاك أكيد دينا ربي ذي القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآيات باش كنا غادي فكان نبغى غافريد السلاك نبغى غافريد السلامة وثكين دما غنتفقوا مرة من ربي سبحانه أنس الخياك النجاة في التمسك بحبل الله وقي أكبر عامل للوحدة ذوان خاطر لن وغي شاركني ذما نعم ولكن لا وين نظن إلا نظمان ثلاث رقزة أي غير رقزة نسمي عقل الرجال لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال ربي في سورة الأحزاب الآية 23 يند من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا باش نزرى مكثير الركزة ذيوث إما ذنسى في ذي الغلة أنت ذوكلي ذاغ في الركزة أتسغل ذي السبان ذوكلي هي ثمرة وسبب في الوقت نفسه نسى ذي الغلة أنت ذوكلي وذاغ نتساث تكفو ذي الذوكلي شلاح برقة الركزة هذا من الأمثال الرائعة للأجداد جمال الرجل في رجولته شبح برقز تيروكزا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى آيات الرجولة كثيرة والأحاديث تترى أي أرض نغا ولاقي باش كان نفهم باللي فذوك ليقي تساوي دا تصل غلاث من الزات اللي ثذرت النغ أغد في كل غلاثة مقرانت أدرنو غين النظام أنه ربي ذا غي النادي إلا وين يكون يشاركين أكذ الأمة فنوي سان انتماء إلى الأسرة له اعتبار وله التزامات انتماء إلى الحومة حومة ونسكن الإنسان الحي له التزامات انتماء إلى القرية انتماء إلى المدينة انتماء إلى وطن انتماء إلى أمة انتماء إلى الأسرة البشرية هذا إيماننا هذه عقيدتنا هذه ثقافتنا هذا فهمنا هذه حضارتنا هذا وعينا تتعدد الالتزامات بتعدد الانتماءات قاعدة اغدني أولاقي يلا هي ونتذير ذي الحومة إلا قد يفكزل الحومة ينس أتزيز دي يدي خدمة شوي لقان يثذرين إيه يثذرين الله يبارك يسعن النظام يسعن النظام سعن تذكلي إلا وقروا إلا من تدار إلا الوكيل إلا الطمان إلا كذا ثلاث مشروط ثلاث ويزيث إلا كذا وقيد النظام ثقي سي الغلاث تذكلي ذن سادي دي ساكن الهيفة يدي ساكن القيمة يثدار يدي ساكن القيمة إثمورا يقسم كزال جاتد الجلود إلى قد سنحرز ذي الروجي إلى قد أثنحرز ولا قرن في كذي سافوس إلى قد سنحرز كنز كبير حافظوا عليه من بعد ربا غدي قرار جو تسوثر بلي كنوي سامي الأوطان سامي الأمة ربي في آيات مثلا في سورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون في سورة المؤمنون الآية 52 وأن وإن قراءتان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أربع دقار ربيون ولكن تنتمون إلى أمة ما يؤلمها يؤلمكم ما يفرحها يفرحكم ذو ترجمة
معاني الانتماء إلى الأمة. لذلك رب سبحانه قال جبت لي وأنا ربكم فاعبدون ذي الله يرضني وأنا ربكم فاتقون. ذي سورة البقرة الآية 143 أشهدنا رب سبحانه وكذلك جعلناكم أمة أمة. شوف تكرار لفظ الأمة ربين وكذلك جعلناكم أمة وسطا. حذاري خط التزام خط الوسطية والاعتدال طريق النجاة صمام أمان وسطية. لأن التطرف نقيت التطرف دمار. هناك مثل بالأمازيغية قوي جدا إن ياك ثقرنيث ثتساكي ثقرنيث ثلماست ثقيم ذي الخالي بزورتي دينان ثقرنيث ثتساكي ثقرنيث ثلماست ثقيم ذي الخالي. وقوة أجدادنا ترجموا معاني الوحيين القرآن والسنة باللغة البليغة البديعة وبألفاظ قليلة ولكن معاني عميقة. الآية اللي سمعتها في القرآن والآيات ترجمت في هذا المثل السائر ثقرنيث ثتساكي ثقرنيث ثلماس ثقيم ذي الخالي. ربي سبحانه في سورة البقرة في وسط السورة، السورة عندها 286 آية وسطها 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا على لتكونوا شهداء على الناس. الشهادة على الناس تشريف وتكليف، تشريف ذي القيمة للشان. اجفتر بالأمة هي التي تشهد على الناس، أمة الإسلام تشهد على جميع الأمم السابقة. نوح شيخ الأنبياء عمر الدعوة 950 سنة، أمغر الأنبياء سيدنا نوح يهضر راسني ندرا راسني ولهيثني وين فغنا فريد تاع الصح. أكني إني أسفى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أثني تحاوث أثني تحليل 950 سنة وقي عمر الدعوة ماشي أسواس ماشي 100 سنة ماشي 200 شحال. ولكن ويضك الأنبياء تسد أمة الإسلام تشهد، أمة الإسلام تشهد على الأقوام السابقة هل آمنوا أم كفروا، هل أطاعوا الله أم عصوا، هل وهل وهل. هذا شرف، ولكن في الوقت نفسه هذه الأمة مكلفة تكليف. لا يمكن للأمة أن تشهد إذا كانت غائبة لأن الشهود يقتضي الحضور. هذه آية نقرأها بألم بحزن بهم تحرك فينا الهم الذي يصنع الهمة. على الأمة الإسلام ما عندهاش حق تولي متخلفة، لازم تكون حاضرة تكنولوجيا، حاضرة في حضاريا اقتصاديا في جميع مجالات الحياة. لا يجوز لها أن تغيب، لا يجوز لها أن تغيب على وجه الإطلاق. إذا غابت فقد فرطت. ميلة غاب وتحضيرها مش هذا الشهاد. هل تقبل شهادة الغائب؟ لا تقبل شهادة الغائب، لا تقبل. تقبل شهادة الحاضر وين يحضران أسيني أنا عمي حضر أدفتغ شهادينه ذينيه الخير. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أزلنا موقف ينتظرنا جميعا يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يشهد، يشهد الدليل في سورة النساء الآية 41 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
وهي الآية التي أبكت النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب من الصحابي الجليل قراءتين صغرتي النساء قرأوا عليك وعليك أنزلي نس أحب أن أسمع من غيري. بدأ يقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ألم يدي بضلاقي إنس حسبك يعني احبس إنك من بعد ولا وذميس ولا خيط سلون سلون تولنيس. وإذا عيناه تذرفان الدموع الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الخاتمة فذكلي يثمثن سوى زليس لقد أسنف كفوذ أخطر ميلا نطف ذي ذكلي النغ ثم زواروث أربي سبحانه وذي أرضو في اللانخ خطر أين يغدين أنه سوال في السناث أنف كفوذي ثجمة النغ في ثلاثة أنسوسع البلنغ أمش ننتمي الأسرة البشرية ربي في سورة الحجرات الآية 13 وكذلك نذر ربي سبحانه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربي ما خلق البشر من أجل إزهاق الأرواح أو إسالة الدماء بالحروب. عجيب هذا هو الإنسان إنسان صاح يعني يقال أداة دمار يتخمم أمشاري يخدم ثاذاوث أمشاري يهود ثمثني سمشي ينغث مثني سمشي يزلث إذا من إنسان عجيب ربما يقرأ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بعدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم ونبغى أن يسعوا القيمة أرسيدي ربي أذي ذو عبريت التقوى فالذي ثيرا فذوك نحواجيت باش نكني ربي يرضو في اللانا نحواجيت باش أن في السر لسر يعني حياتنا نحن نصنعها سعيدة تمهيدا للسعادة الأبدية في دار القرار. أن عش ذي ثلويف ذي لهنا أن حرستيك مثلنا وذا شغلي مثل كراثنا واض أكن قرني مغار نزي قرنا مغار السوال المزي تغوال أمر كانتي تنوال جغاون ثلويث أرثي مليليث سلام ربي في اللون.